ما شرح الله العبادات كلها أركانها أو أركان منها أو الواجبات أو غيرها إلا ليعظم جل وعلا ويوحد. ولا يوجد شيء حرص الدين على أن يكون قائما في كل أمر مثل توحيده جل وعلا، لأن هذه الغاية الكبرى من خلق الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآيات والأحاديث التي ذكرها الشيخ موفقه الله عظيمة المعنى، لا تحتاج إلى تعليق مثل. أما قوله في الأمر الثاني قرن معه الإخلاص، وهذا حق، وقد قلنا مرارا: وما ارتفع شيء من السماء أعظم من الإخلاص. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، انتقل من الموضوع الإخلاص، يعني موضوع طويل.